المطلوب منا الآن هو تبسيط 8 زائد 5 ضرب 4 بين قوسين ناقص بين أقواس 6 زائد 10 تقسيم 2 زائد 44. عندما ترى عبارة معقدة كهذه تحتوي على أقواس وجمع وطرح وضرب وقسمة، فعليك أن تتذكر وجوب الترتيب. دعوني أكتبها هنا، فعندما تعطى أولوية لترتيب العمليات أو عندما تقيم أي عبارة يجب أن تعي أن الأولوية تكون للأقواس أولا، إذا تعطى لما بين الأقواس. إذا وهذان القوسان الصغيران هنا أو كما يمكن أن تسميهما لهما الأولوية، وبعد ذلك تعطي الأولوية للأسس، وهذه العبارة لا يوجد فيها أسس لكني سأكتب هذا فقط لتتذكر ذلك في المستقبل. إذا الأسس، الطريقة التي أحب أن أفكر بها هي أن الأقواس تأخذ دائما الأولوية وبعدها ننتقل تنازليا، أو أعتقد أنه يجب أن أقول حسنا الترتيب التنازلي لسرعة الحساب. وعندما أقول سرعة أعني بذلك سرعة النمو، فعندما أخذ عددا مرفوعا لأس أو مرفوعا لقوة فهذا يعني أن قيمته تأخذ بالنمو وتأخذ قيمته بالنقصان إذا قمنا بضربه أو قسمته، بالتالي فالأولوية الثالثة تعطى للضرب والقسمة، أي أن التاليين هما الضرب والقسمة ومن ثم الجمع والطرح. إذن هذه نوع من العمليات البطيئة، وهذه أسرع بقليل، وهذه أسرع منهما، ومن ثم الأقواس لا تهم مهما كانت سرعتها لأنها تأخذ الأولوية دائما. إذن دعونا نطبق هذا هنا، دعوني أعيد كتابة العبارة كاملة. 8 زائد قوس 5 ونقفل القوس زائد قوس 4 ناقص نفتح القوس 6 زائد 10 تقسيم 2 ونغلق القوس زائد 44. إذا نتعامل أولا مع الأقواس، لدينا أقواس هنا وهنا وهنا أيضا. الآن هذه الأقواس عمليتها مباشرة ومداخلها مقيم فعلا 5 ضرب 4. دعونا إذا نبدأ بها. لدينا 8 زائد، وبالطبع عندنا ما بندخل الأقواس نحصل على 5 هنا، ونقيم الأقواس التالية وهي 4 وكلاهما بجانب بعضهما. إذا 5 ضرب 4 يساوي 20، ودعوني أبقي الألوان متناسقة. سأكتب الأقواس التالية هنا ناقص ثم ما بداخلها سنقيم هذا أولا. إذا لدينا سأغلق القوس هنا ثم لدينا زائد 44. إذا ما تقييم العبارة هذه الموجودة داخل الأقواس؟ ربما كنت ستقول حسنا دعوني أنتقل من اليسار إلى اليمين، 6 زائد 10 تقسيم 2 يساوي 8، لكن تذكر ترتيب العمليات، القسمة تأخذ الأولوية قبل الطرح، إذا سوف أقوم بالقسمة أولا. نستطيع كتابتها هكذا هنا، يمكن أن نضع أقواس باللون البنفسجي، يمكن أن تضع مزيدا من الأقواس هنا، وهذا سيؤكد على أننا سنقوم بالقسمة أولا. إذا 10 تقسيم 2 يساوي 5، وهذا ينتج عنه 6 زائد 5. إذا 6 زائد 10 تقسيم 2 يساوي 5، إذا 6 زائد 5. أنا لازلت أقيم ما بداخل هذه الأقواس، وما نتج عنها هو 6 زائد 5، إذا كم الناتج؟ 11. بقي لدينا إذا 20، وأكتبها 8 زائد 20 ناقص 11 زائد 44. في هذه المرحلة الآن لدينا جميع الأعداد أو العمليات، ويمكن أن ننتقل من اليسار إلى اليمين. 8 زائد 20 يساوي 28،
ناقص 11 زائد 44، إذن سيكون 28 ناقص 11 الناتج 17 زائد 44. سأنزل لأسفل قليلا، إذن هذا يساوي 17 زائد 44 سيساوي 61. وهكذا أنجزنا حل المسألة.